حتى قبل دخول اليمن في حرب أهلية عام 2015، كان هذا المحل في أحد الأسواق الشعبية في مدينة تعز جنوب غربي البلاد يزخر بالمنتوجات والمشغولات اليدوية محلية الصنع. فجاءت المواجهات بين الفرقاء لتجعل منه محلاً لبيع الأسلحة النارية، التجارة الرائجة في زمن الحرب. كنت في السابق تاجر عطورات وأدوات تجميل، ولكن في الوضع الراهن غيرنا إلى تجارة الأسلحة بسبب الوضع الراهن لنعلو أنفسنا. تكاد تندثر محال الحرف والمهن التقليدية في هذا السوق الشعبي الذي كان يعج بأنواع مختلفة ومتنوعة منها. أرجع مهتمون هذا الانحسار والتراجع في المهن التقليدية في هذا السوق وغيره من الأسواق الشعبية في مدينة تعز إلى توجه الكثير من الحرفيين والمهنيين إلى تجارة الأسلحة التي جعلت الحرب منها بيئة خصبة ورائجة على حساب الكثير من المهن والحرف التقليدية غير المربحة في زمن الحرب. لكن الوضع تغير بعد حدوث اللي حدث وبعد الحرب، تغير الأسواق، خرجوا الناس من الشارع، راحوا لهم لكل مناطق، نقلوا من هنا. الآن بقي السوق أسلحة، أي دكان تلاقونه كان ملابس وكان أقمشة، أصبحت يعني سوق أسلحة. يعني ربما تعتبر تعز هي الحاضرة الأبرز في مجال الموروث الشعبي والفلكلور، وكانت تكتسب أهمية كبيرة، لكن ومنذ اندلاع الحرب في البلاد تعرض الموروث الثقافي والشعبي في تعز خصوصا إلى دمار هائل، وفقد كثير من المهنيين والحرفيين الذين يعملون في مجال هذه الأعمال الفخارية والزينة وغيرها إلى فقدان أعمالهم، ولم يعد موجود الآن سوى تجارة الحرب فقط. يخشى مهتمون من اندثار الموروث الشعبي اليمني الذي كان له شأن كبير في كثير من بقاع العالم في فترة زمنية غابرة نتيجة الحرب التي خلقت أسواقا تجارية مشبوهة كتجارة السلاح مثلا، في حين يتذرع البعض بتحويل طبيعة عملهم اضطراريا بما يتلائم مع الظروف والأحداث، وهي بدائل مربحة تقيهم الجوع والفقر وفق تعبيرهم.